أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا في حفل تخريج طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الافتراضي دفعة العام 2019 و2020. منذ التحاقي بجامعتي الغالية وأنا أزداد فخرا لما تحققه الجامعة من إنجازات ومراكز متقدمة في مختلف المجالات، خاصة وإنها تدعم البحث والابتكار والباحثين والمبتكرين وتوفر لهم البيئة المناسبة للتميز في مختلف المجالات. وها نحن اليوم وفي العام الذي تحتفل فيه دولتنا الحبيبة بعيدها الخمسين، نفخر بأن طلبتنا وخريجينا كانوا جزءاً من مسيرة الدولة خلال العقود الماضية. 900 رائد من رواد مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، 900 نفخر ويفخر بهم الوطن، وهم على أعتاب حمل الراية للوصول إلى أعلى القمم. كلمة أوجهها لإخواني وأخواتي الطلبة، الإمارات قيادة ودولة وشعبا أقولهم بكم وبما حققتموه أشكركم على جهودكم وإلهامكم وزملائكم الطلبة الحاليين في الجامعة وعلى كل ما قدمتموه وستقدمون لدولتكم، ونتطلع إلى أسهاماتكم لتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا، سواء كنتم باحثين في المراكز البحرية في الجامعة أو تعملون لدعم خطط الدولة في مجالات متعددة سواء كانت طبية أو هندسية أو علمية. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي حفلنا الاستثنائي لهذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم اليوم، لكننا وبروح الإصرار والعزيمة التي تعودنا عليها طلبة وخريجين وأعضاء هيئة إدارية وأكاديمية هنا في جامعة خليفة، يسرني ويسعدني أن أرحب بكم في حفل التخرج اليوم. واليوم تحافظ الجامعة على ريادتها في قطاع التعليم العالي في الدولة منذ 5 سنوات، وذلك حين أدرجت الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث وصلت إلى المرتبة 211 عالمياً بين جامعات العالم، وفي المرتبة 15 للجامعات التي تقل أعمارها عن 50 عاماً، مع المحافظة على التصنيف الأعلى على مستوى الدولة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا منذ أن دخلت التصنيف العالمي في العام 2018. إخواني وأخواتي الخريجين، أبارك لكم هذا الإنجاز الكبير وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوالد الله يرحمه اجتمع مع خبراء ناسا، وكان هذا طموحه، واليوم نحن عياله وياكم طويل العمر قاعدين نحقق هذا الحلم. مثل ما قلت، هذه الكفاءات طويل العمر ان ما بالمسبار هو، لكن هذا الشباب والشابات اللي تعلموا والمهندسين والمهندسات اللي وصلوا الى هاي المراحل، هذا هو واحد من القصد كله يا طويل العمر. أخوتي وإخواني الخريجين والخريجات، يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في دفعة الخريجين الذين شاركوا في تصميم مستقبل 50 عاماً المقبلة في دولة الإمارات. لقد ساهمنا في تصميم هذا المستقبل بعدما طورنا خططنا وتفكيرنا ودراستنا في هذا العام، ألا وهو عام 50. مبارك لنا جميعاً على تخرجنا ونجاحنا، ومبارك لجامعتنا على هذا الإنجاز الجديد. لكم منا خالص محبتنا، ونسأل الله أن يسدد خطانا جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.